أهل المدينة كل سنة يخصص جزء من وقته أو وقت طويل وحلقات كبيرة عن موضوع الامتحانات الوزارية. إحنا هالسنة يمكن تقدمنا هواي بالوقت ونريد نسوي حملات تشجيعية. أيضا وصلتنا مناشدات إنه يقول لك الطلاب مو بس نحكي وياهم في فترة الامتحانات، قبل الامتحانات يحتاجون إلى نصائح، يحتاجون إلى رفع معنويات، إلى تشجيع، إلى تحفيز. إحنا اليوم ويانا من الناصرية الطالبة اللي كانت هي الناجحة الثانية على العراق أمال عودة، انطت بعض النصائح راح نشوفها أمال عودة شلون راحت إلى المرحلة الجامعية وشنو تنطي نصائح للطلاب اللي هالسنة إن شاء الله ينجحون ويرحون إلى هذه المرحلة. بدايةً أوجه تحية إلى كل الطلاب وأتمنى لهم النصيحة والنصائح اللي أقدمها إلهم هي أنه يبذلون جهدهم لأن ما بقت من الامتحانات غير بس أيام، وإن شاء الله أتمنى لهم كل الجهد مثل ما أنا بذلت جهدي بالسادس وكنت أقرأ يعني ساعات كلش يعني كثيرة مكثفة زين، وبنفس الوقت أنه صحيح 12 ساعة كنت أقرأ بس بين يعني مثلاً بين كل 6 ساعات أو بين كل 4 ساعات كانت أكو أوقات فراغ أقعد من الصبح بالساعة بالخمسة ونص أو بالخمسة ضبط زين الحد الساعة بالـ11 الظهر، بعدين أتغدى وأرتاح وأنام ساعة أو ساعتين، وبعدين منها لحد المغرب ورا العشاء ورا هاي، بعدين همتين أقرأ لأربع ساعات يجي، وأتمنى لهم النجاح إن شاء الله والموفقية. وحياتي عن السادس صحيح صعبة بالنسبة للطلاب، ولكن اللي يبذل جهده وكل الجهود إن شاء الله يبذلونها الطلاب زين راح يحصل على 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 أعلى الدرجات وأفضلها وأحسنها، وإن شاء الله يطلعون من الأوائل إن شاء الله مثل ما أنا طلعت هسه ثاني على العراق، والحمد لله والشكر كنت قابلة على النتيجة. ويعني يخلون يعني ما يخلي عندهم يأس من البداية، إنما يكون عندهم أمل إن شاء الله ينجحون زين، وقبل ما يدخلون الامتحان ما يرتبكون يعني، لأنه صحيح بس بداية أول امتحان ارتباك بعدين تهون عليهم إن شاء الله زين، والأسئلة لا يقولون إنه من البداية صعبة وما أعرف شنو زين، لأنه أسئلة إن شاء الله سهلة تجيهم، وإن شاء الله التفوق لكل طالب عراقي لأنه جاي يبذل جهده على رغم الظروف الصعبة اللي جاي يمر بها البلد زين، وماكو يعني ماكو أي شيء أكو يوقف حاجز. صحيح أكو مشاكل ممكن يواجهها الطالب يعني سواء كانت في البيت أو بالمدرسة أو كذا، لكن إن شاء الله يتخطاها إن شاء الله. وهسه حياة الجامعة كلش حلوة زين، وبعد ما تخطيت يعني بعد ما تخطيت السادس وأكو ناس حسبة بينهم معضلة، صحيح إنه معضلة، لكن بجهود اللي تبذل وبالقراءة وبالمطالعة وبالتسميع يعني لما أقرأ المادة زين بعدين أجي أسمعها أسد الكتاب أسوي على شكل أسئلة وهاي، وبعدين أسد أنا الكتاب وأسمع زين، إما الأخت الصغيرة تسمعني أو أنا أسمع وهكذا إن شاء الله بيدلون جهتهم إن شاء الله. كانت ويانا الطالبة أمال عودة اللي هي كانت الناجحة الثانية على العراق في الفرع الأدبي. أنت يعني هي كانت الحلقة الأولى من سلسلة النصائح اللي راح نقدمها إحنا، أو تشجيع حلقات تشجيعية أو فقرات تشجيعية لكل الطلبة حتى يشوفون إنه الطلاب حاليا في الكلية هاي أجواء الكلية، التغيير في الشكل والملبس والمضمون والشخصية، فإحنا على منا طبعا الإنسان يتغير يعني أكيد من مرحلة إلى مرحلة، خاصة إن هي ناجحة ثانية يعني هذا طبعا فشي مو سهل. فراح نكون احنا وياكم منا لحد الامتحانات، راح تشمل مو فقط الطالبات وانما نصائح معلومات اساتذه دكاتره كل ما يخص النصائح قبل الامتحانات واثناء الامتحانات وحتى بعد الامتحانات. اهم شيء احنا عندنا الضغط النفسي، فاكيد راح نسولف كثير عن هذا الموضوع. هو الضغط النفسي موجود خاصه على طلاب الصف السادس العلمي والادبي اللي هي المراحل المنتهيه، دائما انه بقرب الامتحانات انه يبدي هذا الخوف اللي بداخلهم انه اني شلون دا اقرا هواي بس خاف ما اجاوب، خاف انه اطلع من الامتحان انه ما مجاوب، او خاف انه اجاوب وتجيني النتيجه يعني انه اني مكمل بيها او درجاتي او معدلي مو زين. فلا تخاف انه انت كل اللي عندك طلع من قوه، من جمع افكارك، نحاول انه تصفي ذهنك وتقرا بصوره صحيحه بجدول منتظم. اكيد انه كل الاساتذه ينصحون طلابهم انه باكو جدول للقراءه، انه مو تقرا من الصبح لليل انه بالتالي انه تنتهي، فانه اكيد
يعني بترتيب انه تخلي جدول الى كسكيب اللي هو حتى انه كيف تنظم وقتك في دراستك بالسادس او اللي هي المرحله المنتهيه حتى انه تنتقل لمرحله اللي هي مرحله الجامعيه وتكون اكيد حلوه كلش. اكيد اكيد.